بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس الثاني والأربعون من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى باب المصدر هذا محل ومبحث عشر كي لبي أفرتن يا لبعض كتاب كي المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية وألف الشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى وحن نغب الأمان يا عشر كالبي أفرتنات باب المصدر مصدر كباب كيس هذا محل ومبحث باب كان باب المصدر بالليلة وحيكلوا علماء قالوا يقانا مفعول مطلق مفعول المطلق مفعول مطلق هي مصدر ميسكوميد با أرنتها عشماوي ونواك جواب انتي ان عشماوي هاي ستعلم بضم ماك جواب وحي النهان بينهما عموم وخصوص ما لنا واسكامد ما لنا وكوكلا قدسي بينهما عموم وخصوص بينهما عموم وخصوص حيكوضا مفعول مطلقة هي مصدرك ما لا إسكليهين بعدنا بسم الله أو إسكليهين سيدا مصدرك مركو منصوب كي مفعول مطلقة سواء منصوبة ما شاء وإسكلي ومصدر منصوب على هين بعدنا مفعول مطلق ونوع منصوب لكن مصدر منصوب معه مصدر مرفوع أجرى مصدر مجرور أجرى مصدر منصوب أجرى يعجبني وحيعجب قلنا يا ضرب كمركة فاعلك ومصدر وأن تصوموا خير لكم صومكم مبتدأ ومصدر بالضرب واعتر القراعد ومصدر وانا مجرور مركه مصدركم مرفوع ونقضى مجرور ونقضى منصوب ونقضى مفعول مطلق انا منصوب بس سوي هلكا واكو كلا تغي مركه منصوب وديهين وا ودا جيره وهي كلاي كو كلا تغين مصدر وحبا لغا اشتقاقا واس مفعول مطلق لكن وحبا لغا ما اشتقاق وح مفعول مطلق جيره والمصدر نقول كري سيدا فلا تميلوا كل الميل كل ذا وحالوه وحالوه النسبي نائب وحي نائب كاتع عن مفعول المطلق وهدو تلوه واي او ميلا ماشي كجرتا مركا عرمها درتا مركا منصوب كيين واو ذجرا باب المصدر مصدر كباب كيسي مفعول مطلق نوالي ومرك منصوبه واسكمت مصدر كيو مفعول مطلق لكن ما لا لوك للتكسية المصدر مصدر كي هو مصدر كي الاسم ومقع الاسم هدي للوحاب حي فعل يا حرف المنصوب لقرد يا مرفوع مجرور باب الذي اسم ياسو يجيو إمانا يا ثالثا مركز صدح في تصريف الفعل فعل كي قدينتيس كاسي شرط معه انت اضم بتعريف معه انت الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل
فعل كمركي لجديو مركز صدحادي مع تقريب الفهم بقالو يقن فهم كروح على الوسو دوينه وحو كوضع مصدر مركز صدحادان ضرب ماضي يضرب مضارع حلال ضربا كاسدحاد بمصدر له لكن مرمر بو كون نقوني مرمر بو لبن نقوني مرمر بو صدح نقوني مرمر بو افر نقون كره ثالثا انت مركز وح شرد اما ضربته ضربا ما دي كرت وكلمات بو نقون كره ضرب ضربا ما كر كافراد باك ضرب يضرب يضرب ضربا اسغا لوو هرمري كره ضربا غراعيد ايو ضرب غراع مركز شردي مع انه مركز صدحادي ما دو تقريب الفهم وح شردي ما هتا المصدر مصدر كي هو مصدر الاسم ومغا المنصوب لو كردغايا الذي اسمه سو يجي ايماني ثالثا مركز صدحاد في تصريف الفعل فعل كلي قدنتيس نحو ضرب وغراع كي كوباد بو كودا ماضي يضرب غراع دور مضارع ضربا غراع غراع داسا مصدر كي مركب مصدر كان مفعول مطلق وحي دهان له ثلاثه انواع بعديها المفعول المطلق له ثلاثه انواع صدح وقيم سماء ما صدح نوع ونقطة مفعول مطلق المفعول المطلق ومصدر كيونه له ثلاثه انواع صدح نوع وليه المفعول المطلق له ثلاثة أنواع صدح نوع له الأول ككوب المؤكد لعامله بأله مثل عامل كي سعد كي عامل كي سوح نتوسي أمو نتوسى مستر اسكمت المؤكد لعامله بأله عامل كي سعد كي وحالك وضع عامل كي سوح فعلك عامل كي سوح نتوسي أمو مستر كنا نتوسي وحكم بعض إنه مشي نحو ضربت ضربا مات ضربت وان قراعي ضربا قراعي ضربت انت كفهن وما يضرب ما شئت وحزي هذا نلو مشي كاسي وحال المؤكد لعامله حفظت الدرس عشر كيما حفظي حفظا حفظا حفظت بقى من كفى ان انو عشر كحفدي حفظا تاس دمبا انت حفظت نو شكت وما شكت فرحت فرحا بات فرحت وان فرحي فرحا فرح فرحت انت كفى ان انو بفرحا نشكت كاو حال المؤكد لعامله ضربت ضربا فرحت فرحت وان فرحي فرحا فرحت فرحت جدلا نويدان جدلا وفرح يض حفظت حفظا كاو حال المؤكد لعامله وحالمد وكلم الله موسى تكليما وكلم انت لغا فهم وكلم الله با تكليما لغا فهم وكلم الله الهي وحوله الله موسى نبي موسى تكليما لحلت كاو حال المؤكد لعامله عاملك نؤتك عامل كيسون بوات انت عامل كفه انت وقوش يمزدر كنا سيئت كي واسكم نوع اللباد وحال المبين لنوع عامله المبين وحو عدي لنوع العامل اما لنوع عامله عامل كيس النوع عيس احببت استاذي معلم كي يجب عن جعلات حب الولد ويلكسو جعلها اباه وابيه سماري وعامل كنوعيس جعل كنوعيها جعل ويل أبيه جعلي هوك وقفت وحانو استاغل الأستاذ معلنك وقوف المؤدبي مد إذب سن استاغي سوك استاغ النوعيها نين إذب لو أخلاق لاستاغي سوك فأخذناهم وأنقب النبي وقال إلى أخذ عزيز مد حوق لقبشدي قبشد الله قال له وقبت اخذ عزيز اخذ عزيز قبش حوق ليا لقبت كاسي وحال المبين لنوع عامله عامل كيس نوع ودعي
istaagid adab leh, istaagid ixtiraam leh, jacaylka waalidkoo kale. Kaasi waxaa leh almubayinu linawci caamilihi, caamilkiisa noociisi ayuu caddeeyey. Ka saddexaad waxaa leh almubayinu licadadihi, tiradiisu caddeeya. darabtu waan garaacaatii alkasuuli cajislowgi wahsilowgi kii wahsiga badnaa laysiga aha darbatayni laba garaacitaan garaacu waa laba marka lambar buu nooshay aw darabtu waan garaacay thalaatha darabaatin saddex garaacitaan kaasi waxaa la dhihi almubayinu licadadi tiradiisi baa la caddeeyey saddexdaasaa mafcuulu mudlaqa ayuu qaybiyaan almu'akidu licaamili mid caamilkiisa adkeeyey caamilkiisa isagu waa isku macno waa isku mid isku wax bayna tuseen darabtu darban darabtu intaan ka faanaan darban ka faan almubayinu linawci lcaamil caamilka noocii uu ahaa waxaan jeclaaday macalinka wiilku suu aabihii u jecelyahoo ka caamilka noociisa iyo almubayinu licadadi caamili caamilkiisi tiradiisu cadday darabtu lkusuula garaaca meequu dhacay darbatayn darabtu lkusuula thalaatha darabaatin baabu lmasdari masdarka baabkiisi almasdaru masdar huwa masdar alismu waa magac waay almansuubu la kor dhigaay alladii ismigaasu yajiu imaani thaalithan marka saddexaad fii tasriifi lficili ficilka gegadintiisa yajiu thaalithan taa shardi maah naxwu daraba wuu garaacay yadribu wuu garaaci doonaa daraba ficil maadi mabni calafati laa maxallahu min alicraab yadribu ficlu mudaaricun marfuucun litajarudi min annaasi waljaazimi wacalaamatu rafci damatu daahiratun fi aakhiri darban mafcuulu mudlaq waa dihi darban masdar labada waa dihi kartaa labada darban masdar mansuub wacalaamatu nasri fadxatun daahiratun fi aakhiri darban mafcuulu mudlaq mansuub wacalaamatu nasri fadxatun daahiratun fi aakhiri wahuwa mafcuulu mudlaqi ama wahuwa masdarki labada waad u celin karta qismaani laba qaybood weye lafdiyun mid wa lafdiya iyo wa macnawiyun mid macnawiya feeri hadda tan hadda waxaa laga hadlayaa anwaacdii rasmigaad waa saddexdii nooc ee laguu soo sheegay saddexdii nooc ee laguu soo sheegay mu'akid licaamili mubayin linawci lcaamil mubayin licadadi caamili anwaacdu waa saddexda wahuwa qismaanidan maxay tahay tan waxaa laga hadlayaa feeri ficilka iyo masdarku hadday isku xuruuf iyo isku macno yihiin ficilka iyo masdarku hadday isku xuruuf isku macna labadaba yihiin lafdi baa lagu dhihi hadda ama mu'akid licaamili ha noqdo ama mubayin linawci caamili ama mubayin licadadi caamili kuu dooni ha noqdee waxaa hadda laga hadlay waxaa weeye masdarkii iyo ficilkii isku xuruuf ma noqdeen iyo isku macno lafdi baa la dhihi lafdi isku macno keliya hadday noqdaanna macnawi jalastu juluusan baat darabtu darban darabtu iyo darban soo isku xuruuf maah isku macnona waay kaa lafdi bay dhaha dhinacii kalea muxuu aha mu'akid licaamili mogt caamilkiisa un mu'aadki xag noocan ahaan laakiin dhinaca lafdigaana waa isku xuruuf ficilkii iyo masdarki waana isku macno mara isku macnay noqdeena isku xuruuf maah jalastu qucuudan baat jalasa waa jiim iyo laam iyo siin qacadana qaaf iyo cayn iyo daal ma isku xuruuf ba laakiin waa heh isku macro kaana macnawi bay ku dhihi waa intaa intaa wey wahuwa marka masdarkii qismaani laba qaybood weye lafdiyun mid oo lafdi ah wa macnawiyun iyo mid macnawi ah fain waafaqa hadduu waafaqo lafduhu masdarka lafdigiisa lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa isku xuruuf isku macno fahuwa masdarkii lafdiyun lafdi wey waa isku xuruuf waa isku macno naxwu qataltuhu waan dilay qatlan dilid qataltuhu waan dilay qatlan dilid qataltu ficlun waa faacil iyo mafcuul wey qataltu ficlun waa faacil xaddu lficli qatal mabni cala sukuun litisaali bidamiir rafci lmutaxarik wataa'u faacilu qatal mabni cala dami fi maxali rafcin walhau mafcuulu bihi mabni cala dami fi maxali nasbi qatalan waa maxalu shaahidki maxalu muraadkii wey qatalan mafcuulu mudlaq qatalan masdar welibana waa lafdi oo qatala waa qaaf iyo ta iyo laam q
قاتل عن قافية تاء يلا اسكو حروف اسكو معن قاتل عن مفعول مضرب منصوب علامة النسيف فتحة ظاهرة في آخره قاتل عن هذه مصدر منصوب وعلامة النسيف فتحة ظاهرة في آخره ضربت ضربا ما لم ذهبت وانت ذهاب انت ذهاب لم ذهب ذهب وإن على ذهاب به لقادرون قرآن قد قرن اس ذهبت وانت ذهاب انت وإن وافق هذا وافق مصدرك معنى فعله فعلك سمعني سدون لفظه لفظه سماع فهو مصدرك معنوي معنوي فعلك يا مصدرك اسكو حروف ما لكن واسكو معنى معنوي بالله نحو جلست وان فرست قعودا فدي جلسي قعدم اسكو حروف مياه ميد واجيم يا لام ياسين من قاف عين يد لكن واسكو معنى صوما لبد وافد لبد وافد جلست وان فرست قعودا فدي بلاغدا ير كلا قادي حق معناها ما كل حيل ديري وهول بلاغتاس هول بلاغ جلست وان فرست قعودا فدي وان فرست جلست وان فرست قعودا فدي وفرسات مركا عربت قار لهجي استعمالها هل كانوا كوفا دي الروحي إليهين وين فلان أين أو هبل هنا قاعد أين هل كانوا فدي هنا جالس مرها وكسوغا يا مدمر كوفدي هنا قاعد أين هل كانوا كوسوغا إنا هديت هنا جالس ما استعمالنا بلاغدا لو برتا بلاغدا وا صدح سيده فنيو ميد وحال المعاني منا بيان من بديع معاني وحو كهلا مركي لا سوكو بلاغدا وا صدح فن البلاغه كتبته اد ومعاني لغا اللي في حاكمه كتاب مقرن وا جامعه الليل البلاغه فنونها وافنانها دكتور فضل حسن عباس marka macaani wuxuu ka hadlaa markii la soo ko macaani ya bayaan ya bidii wa sadax raas balaaqad macaani wuxuu ka hadlaa kelimada in la dhiga fi mowduuc ah meel ay ku haboonto kelimada ya erayga ya alfada in la dhigo fi makani hal munaasib أرين دراد مقاشين اللي يراد اللي كل مقام له مقال بوسكاست هذا الباكو هبون وبلاغوا جلسة ماشي كو هبون تهي جلسة كو هبون بكولي قاعدة ماشي كو هبون تهي قاعد هذا مركة نماكي ريبن إسرائيل نبكى بنا مركة النبي موسى كو دهان اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا محايدهان إنها هنا قاعدون هل كان صيفا لنا كوسو غينا ويموكت إنها هنا قاعدون ما قرأ بياكم روحوك الله تشبيه مجازي استعارة كراء وأفر مثل تشبيه مجاز استعارة كراء وأفر تابس بياكم لنا إلا الشيء الحقا ذير من أفر تابابو بديع روحك الله محسنات لفظية محسنات معنوية بس وحنا المغشين جناسية الدباقية مقابلية الرماس مركز جلست قعودا هذا هو مصدر معنوي بالله جلست وان فريست قعودا فرد وان فريست واسكو معنو رأيه دي باكل الدول لكن لفظ وقمت وان استاق وقوفا استاق وقمت وقوفا نما كلا حل إيريه مرك قار حق استعمالك ولماذا قار كير هاللي يجرى وقف وحيو استعمالا وقف روح دو فدي واستقام على ده وقفنا وحس عدو جوك سديب واستعمالا غالبا وقف صادرت دقالك مركو سعدو جوك سد وقف إدلاق النار بين عرف حبت جوجين باجر حبت دي باسعت مركو ارموكت حبدي والله جوجي النبض بعلاقتين لنا وقف إدراك النار قيام إدراك النار ما ذكر ما هالك الله ما استفعل الأولى
istoobyada de wadankeenna kuma badna wadamada dibadda waxaa jira wax la stop oo calaamada istaaga marka baawurku halkaas soo gaadho eriyadan maalan waa iskool oo kale marka stop baa jira baawurku markuu halkaas soo gaadho waa inaad istaajiso ma wadig haddii meeshaa tigid lagugu siiyo iyo tigidka caadiga wadooyin kale lagugu siiyo xataa isku mid maa tigid culus oo halisaa kaa lagugu siina sababtoo calaamad baa laguu dhigay oo lagu yihi caruur baa meeshan maraysa ama waa aag caruur maraan waa aag iskool istaag bal dhagaha furaysato waa iska jiidhaso marka carabiga markii meeshaa istoobta lagu qoraayo waxay qorayaan wuquuf qiyaam iyo qaam iyo waxaa lama qoraan wax socday baa joogsanaya mugt wax socday wax socday marka wuquuf hadda sidan laakiin waxaa laga wadaa masderkan waa macnow qaamana istaag bay keentay waqafana istaag waqumtu waan istaagay wuquufan istaagid wamaa ashbaha dalika waxaa wixii shabah wahuwa masderkii qismaani laba qaybood wey lafdiyun mid oo lafdi ah wamacnawiyun mid macnawi ah fain waafaqa hadduu waafaqo lafduhu masderka lafdigiisu lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa fahuwa masderkii lafdiyun wey naxu qataltu waan dilay bi qatlan dil waa isku macno waa isku erayo darabtu darba maa lamid wain waafaqa hadduu waafaqa masderkii macnaa ficlihi ficilkiisa macnihiisa duuna lafdihi lafdigiisa maya fahuwa masderkii macnawiyun waa macnawi ficilkii iyo masderkii waa isku macno isku xuruuf maaha laakin isku eraya maa isku lafdi ma ah nacu jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhi waqumtu waan istaagay wuquufan istaag wamaa ashbaha dalika waxaa wixii shabaha wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.